صح أن نقول أنه مخفوض بالمضاف، أما العامل لفظي. إذا قلنا أنه مخفوض بالإضافة فيكون العامل معنوي. مخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أقسام، من ناحية التقدير على ثلاثة أقسام. أيوة، بما يقدر بمعنى من باب ساج، أي من ساج خاتم حديد، أي من حديد. شروط صحة التقدير بمن أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، أن يصح إخبار الثاني عن الأول. أيوة، فإذا ما يصح نقول يد زيد، أن يد زيد بمعنى من. لماذا؟ لأن لأنه لا يصح أن نجعل زيد خبر ليد، وإن كان زيد اليد هي جزء من زيد. طيب، ما يقدر بمعنى في متى؟ يعني إذا كان مضاف ظرفا للمضاف إليه، إذا كان مضاف إليه ظرفا للمضاف، هذا المضاف إليه ظرف لهذا. يا صاحبي السجن، السجن ظرف لصاحب، صاحب في أي مكان؟ السجن. ويكون بمعنى، ونقدر بمعنى اللام. متى يقدر بمعنى اللام؟ إذا لم يصح لا تقدير من ولا في. اللام هذه ما معناها؟ ثلاثة: لام الملك، ولام اختصاص، ولام الاستحقاق. المضاف إذا أضيف من يجب تجريده من ثلاثة: التنوين غلام زيد، نون التثنية والجمع غلام زيد غلام زيد، أو كاتب أمر. الألف ولا مكتبة المسجد. أيوة، المضاف لا ممنوع أن يكون فيه تنوين الألف واللام أو نون التثنية والجمع، إلا في ثلاث حالات لا يجب فيها تجريد المضاف من الألف واللام. ثلاث حالات: إذا كان المضاف صفة، الضارب الضاربة مثنى والجمع، الضاربة مثنى الضارب والجمع. انظر، فإذا انظر المضاف فيه الألف واللام لم نحذفها، هذا واحد. إذا كان المضاف مضافا إلى معرف بالألف واللام، الضارب الرجل، الرجل معرف بالألف واللام، هذا مضاف لا يجب إزالة الألف واللام. تمام. لا يجب إزالة الألف واللام. طيب، الثالث: إذا كان المضاف مضافا إلى مضاف، هذا المضاف الذي هو مضاف إلى ما فيه الألف واللام، الضارب مضاف إلى رأس الرجل، رأس مضاف إلى شيء فيه الألف واللام. إذا الضارب رأس الرجل، تمام، كما قلنا مثلا أمس: الفاهم مقدمة الدرس، أو الفاهم صعب بالمسائل. لا يجتمع التنوين والإضافة أبدا، وبذلك يقول بعضهم: كأني تنوين وأنت إضافة، فإن احتران فلا تحل مكانيا. وبعدين أخذنا أنواع ماذا؟ أنواع الإضافة، قلنا هذا شيء مهم، لفظية ومعنوية. لماذا سميت لفظية؟ لأن تفيد أمرا لفظيا،
وهو تجريد المضاف من التنوين والألف. ضابط وأمران، إذا كان المضاف صفة ما تكون لفظية إلا إذا كان المضاف صفة. ما معنى صفة؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. انظر، ضارب، مضروب، حسن، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني لكي نقول أن هذه إضافة لفظية، أيوة، أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ما معنى؟ أي يصح أن يكون مفعولا لتلك الصفة قبل الإضافة. واضح؟ ما هي الفائدة من الإضافة اللفظية؟ التخفيف اللفظ من التنوين ونون التثنية والجر. طيب، عرفنا الإضافة اللفظية وضابطها. طيب، ما معنى المعنوية؟ أو أولا، لماذا سميت معنوية؟ سميت معنوية لأنها تفيد أمرا معنويا من ناحية المعنى. ما هو المعنى؟ تعريف المضاف أو تخصيصه. تعريف المضاف إذا كان المضاف معرفة، تعريف المضاف إذا كان المضاف معرفة، وتخصيص المضاف إذا كان المضاف، تعريف المضاف إذا كان المضاف إليه معرفة. ولامر زيد، أين المضاف إليه معرفة؟ وتخصيصه إذا كان نكرة، رجل نكرة. إذا هنا تخصيص وهنا تعريف. ضابطها، إذا انتفى الأمران، لا، المضاف ليس صفة والمضاف إليه ليس معمولا، مثل غلام زيد، هل يصح أن نجعل زيد مفعولا به؟ هل غلام صفة؟ لا، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مشبه. إذا هذه إضافة معنوية، وقد ينتفي الأمر الأول ويوجد الأمر الثاني، أو ينتفي الأمر الأول ويوجد الأمر الثاني. ألا يكون المضاف صفة؟ انظر، إكرام هل هي صفة؟ لا، مصدر. ما معنى الصفة؟ قلنا اسم فاعل، اسم مفعول، صفة. وهل يصح أن نجعل زيد المفعول به؟ نعم، إكرام زيدا، وقع الإكرام على زيد، لكنه لم يكون المضاف صفة، فإذا لا يزال هذا الإضافة معنوية. وقد ينتفي الأمر الثاني ويوجد الأمر الأول. ما هم الأمر الأول؟ أن يكون المضاف صفة لكن ليس معمولا، مثال كاتب القاضي، كاتب هل هو صفة؟ نعم، اسم فاعل. هل هو يعمل القاضي؟ هل هو يكتب القاضي نفسه؟ لا. شوف هنا، إكرام زيد، الإكرام وقع على من؟ على زيد. كاتب القاضي، هل هو يكتب القاضي؟ القاضي هو يكتب، لا، هو كاتب عند القاضي، القاضي هنا والكاتب هذا يكتب. أيوة، الإضافة المعنوية تسمى محضة لأن المضاف إليه لا يصح أن يكون معمولا بخلاف الإضافة اللفظية. أيوة، قلنا أنه لا يصح أن، لا يجب أن يكون، صححنا هذه. طيب، اللي بعد العامل، قلنا أن المضاف إليه مجرور بالمضاف فيكون العامل لفظي، وفي قول أنه بالإضافة يكون العامل معنوي، وفي قول أنه بحرف الجر المقدر. أيوة، بعد ذلك أخذنا باب إعراب الأفعال. أيوة، أخذنا أولا النواصب. نواصب قسمين، قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وهي أربعة، وفي قسم آخر ينصب الفعل المضارع بالمضمرة، هذا اليوم سنقول. ما هو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه؟ أن، أن حرف مصدري ونصب،
بشرطين: ألا تسبق بعلم ولا تسبق بظن. ما معنى علم؟ علم كلمة علم أو شهد أو تحقق. ظن يعني أو حسب أو زعم. إذا ليس معنى علم أنه فيه عين ولام وميم، لا المعنى. وألا تسبق بظن ليس المقصود بالضاء والنون، لا المعنى. يعني حتى لذلك لا تسبق بعلم ومعنى بظن ومعنى. أيوه. انظر: يريد الله أن يخفف عنكم. أن يخفف، أن حرف مصدري ونصب ينصب الفعل المضارع. هل سبقه علم أو ظن؟ لا. وأن تصوموا خير؟ لا. هل سبقه علم؟ لا. هل سبقه ظن؟ لا. جاءت في أول الكلام خلاص. فإن سبقت بعلم فهي مخففة من الثقيلة، يعني معنى تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير الشان محذوف، وخبرها الجملة الفعلية، فيكون التقدير علم أنه سيكون. انظر في القرآن: علم أن سيكون. إذا أن أصلها أن، أن أصلها أن، علم أن، هذه أن أصلها أن. وإن سبقت بظن فيجوز الوجهان، إما نحن نجعلها ناصبة، علم أن لا تكون، حسب أن لا تكون، أو نرفعها حسب أن لا تكون. ثم أخذنا لن وكي. كي المصدرية مسبوقة باللام لفظا لكي لا، أو تقديرا بالنية: جئت كي تكرمني. فإن سبقت، فإن لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا فهي جارة كما سيأتي، تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة. إذن حرف جزاء وجواب، تنصب الفعل المضارع، نعم، بشروط أن تكون بصدر الكلام، إذن أكرمك، أيوة، وأن يكون الفعل الذي بعده مستقبلا، خرج بذلك قولك إذن تصدق، جوابا لمن قال أنا أحب زيدا، تصدق يعني في كلامك الذي مر قبل قليل، لا لابد أن تكون المستقبل. أن يكون الفعل بعدها متصلا أو منفصلا بقسم أو بنداء، تمام؟ أيوه، هذه الشروط موجودة هنا، إلا إذا كان، أيوه اللي بعد، اليوم ناخذ هذا، ركز معي، خلاص إيه؟ الآن سأشرح، ما أريد أحد أن ينام، أنا أمس كنا كلكم، لماذا؟ أكثركم نائمون. أريد أن أشرح، لا أحد أن ينام، تمام؟ من أراد من فيه نوم يقوم من نفسه، إذا أحد ينعس هو بنفسه يقوم بدون أن أقول له قم، يحضر الدرس وهو قائم لكي يبعد عنه النعاس، تمام؟ أو ينتقل من مكان إلى مكان. طيب، لا أحد ينام؟ الثاني ما ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة، يعني الفعل المضارع هذه الحالات منصوب، ولكن الذي نصبه أن ومضمرة لا نقرأها. أريد مثالا، انظر القسم الأول ما ينصب بعده بأن مضمرة جوازا، يجوز إظهار أن ويجوز عدم إظهارها. لام كي، لام كي، نعم، انظر يسمونها لام التعليل، يسمونها لام التعليل، أي الدالة على أن ما بعدها عدة لما قبلها. وأمرنا لنسلم، انظر، لنسلم لرب العالمين. لام قال العلماء يعني لكي نسلم، أمرنا لكي نسلم نحن مسلمين لرب العالمين. وأمرت لأن أكون، لأن يعني لكي أكون، أن لنسلم، أين أن؟ مضمرة هنا، أن موجودة، إذا فعلا اللام هذه لام كي سيأتي بعدها أن. إظهار واجب أم جائز؟ جائز، إذا أمرت بأن أكون أول المسلمين
أو لو كان غير قول سيقول لأكون أولا لأكون. إذا الآن هذه مضمرة جوازا. اللام أين؟ متى تأتي الآن بعد اللام التعليل؟ لام التعليل ويقول يسمونها لام كيف، يسمونها لام كيف يعني لكيف تصير. طيب انظر هذه اللام كيف يأتي بعدها أن مضمرة وتنصب الفعل المضارع. ما الذي نصب الفعل المضارع؟ هل هي اللام؟ نفسها لا، الذي نصبها أن مضمرة. تمام؟ إذا بشروط متى تفعل؟ الشرط الأول ألا تسبق في كون، هذا كون ماض على لفظ الماضي ناقص ليس كامل ممشي. إذا كون كون لفظ الماضي ماذا؟ كان ماض وناقص. ما معنى ناقص؟ يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، مرفوع ومنصوب ومنفي. ما معنى منفي؟ أداة نفي، أداة إيه؟ مثلا لن، ما، هذه كلها لام، هذه كلها أداة إيه؟ نفي. فإن سبقت وجب الإضمار. إذا لام هذه إذا جاءت هنا هذه تنصب الفعل المضارع الذي كنا قبل قليل بأن مضمرة جوازا، لكن بشرط هذه اللام لا يسبقها كان، وهذه كانت ناقصة. ما معنى كانت ناقصة؟ يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر تحتاج إلى مرفوع منصوب، وهذه كان في نفس الوقت لا يسبقها نفي. طيب فإن كان قبلها كان وسبقت بنفي فإذا الآن اللام تنصب الفعل المضارع ولكن ليست جوازا ولكن مضمرة وجوبا. واضح؟ الحين هو يعطيك هذه الشروط، يقول لك هذه الشروط لكي تكون لام لام التعليل ولكي تنصب الفعل المضارع جوازا بأن مضمرة جوازا. إذا توفر هذا الشرط، إذا لم يتوفر هذا الشرط نفسها هذه لم تنصب الفعل المضارع ولكن ماذا؟ لا جواز. انظر للمثال، انظر هذا ألا تسبق بكون ماض ناقص منفي فإن سبقت به وجب الإضمار وتسمى إذا لام الجحود. إذا اللام تسمى لام تعليل ولام متى نسميها التعليل؟ إذا كان أن مضمرة جوازا. فتسميها متى نسميها لام جحود؟ إذا كان أن مضمرة جوبا. واضح؟ انظر كما سيأتي، انظر نعرف، انظر ها. وما كان الله لا مال لا لام التعليل. نقول هذه لام التعليل تنصب الفعل المضارع بأن، لكن بشرط ألا يسبقها كان ماضي ومنفي. هل سبقها كان؟ نعم. هل هو ماضي؟ نعم. كذا هل هي منفية؟ نعم. فإذا انتبه هذه الآن لام لا نسميها لام ولا لا نسميها لام ماذا نسميها؟ لام ول. أين هي لام التعليل؟ الذي قلناه هنا خلاص أتينا بمثالين. الآن هذه الأمثلة هي التي لم يتوفر فيها الشرط. فلذلك وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر ليظلمهم الميم وضع فتحة ولم يقل ما كان الله ليظلمهم، لا هذا منصوب. منصوب بماذا؟ بلام الجحود بأن مضمرة بعد لام الجحود. مضمرة جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. أن هذه مضمرة وجوبا. انظر هذا مثال، فنريد مثالا اخر كذلك. انظروا ها، لم يكن الله ليغفر ليغفر هذا لام الجحود
الراء هذه منصوبة يا زيرا. لماذا لم تجعل علامة التعليل؟ لا أقول لأنها مسبوقة بالكون. هل يكون ومن فيها؟ هل يكون ماضي أو مضارع؟ ها؟ مضارع، ولكن المعنى في الماضي لم يكن إلا ماضي، لم يكن إلا موجود. إلا المقصود بالكون، بماضي الكون يعني معناه ولو معنى، ولو معنى. فإذا انظروا ما ليغفر لهم. إذا فرق بين لنسلم وليظلم وليغفر. ما الفرق بين لنسلم؟ لم يكن قبله كون ماضي ناقص. هنا ليظلم ليغفر في قبله كون ماضي وهو ومنفي. إذا كون ماضي ومنفي فخلاص هذه الآن منصوبة. هنا قلنا منصوبة بأن مبارة جوازا ونسميها لام التعليل. هنا لا، اللام نسميها لام ال. طيب أين الكلام عن لام الجحود سيأتي عندما نتكلم على أن الذي ينصب ينصب بأن مبارة بأن مبارة وجوبا. الآن نحن نتكلم على الذي ينصب بأن مبارة بأن مبارة جوازا. ما هو أول شيء الآن من النواصب الذي يوصف الفعل المضارع بأنه مضارع جوازا؟ لام التعليل. طيب إذا هذا الشرط الأول. أيوه. الشرط الثاني ألا يقترن الفعل بلا. يعني أنت تقول أن اللام هذه لنص لما تنصب الفعل المضارع. تمام؟ الشرط الأول ألا تسبق بالكون. والشرط الثاني ألا اللام هذه لا تكون مقترنة بلا. أريد مثالا ألا يقترن الفعل بلا، فإن اقترنت وجب الإظهار. انظرها لئلا يكون للناس عليكم أن يكون أو يكون بالنصب. لماذا جعلنا من ناصب؟ أيوه هذه نقول هذه يا أخي لام التعليل. تنصب الفعل المضارع بأن مبارا جوازا. لكن اسمع، إذا كان هذا الفعل جاء بعده لا فخلاص هذه الأن نظهرها والفعل المضارع منصوب باللا. إذا أصل الكلام انظر لام وأن ولا، وبعد ذلك جاء الفعل المضارع. هل مع هذه ماذا حصل بأن لا؟ إذن هذا واضح. أن ولا أظلم مع بعض فصارت لئلا. فإذا أصل لئلا إذا قرأناه في القرآن لئلا أصلها لا أن لا لأن لا أن. فيقول هنا لكي اللام هذه اللام لكي تنصب الفعل المضارع ألا يكون لا موجودة. فإذا اخترنا فيها لا إذا كان الآن نظهرها وجوبا. وجب الإظهار، وجب الإظهار. طيب إذا هذا الحالة الأولى وهي تكون يكاد تكون أصعب شيء، ولكن يعني أكثر شيء فيها كلام، ولكن وهي سهلة. عليك دائما تركز. القرآن الكريم من طلبة العلم كثير درس قليل. لا يفرق بين لام الجحود ولام التعليل. لا يفرق متى لام الجحود أو لام التعليل توصل الفعل المضارع. واضح؟ أنا أشرح في القرآن القليل. حتى إذا تبعت الذي قدام فهمته سطرا سطرا سيكون مفهوم لك. لام تصل الفعل المضارع بأنه ما شرطها؟ شرطين. هذه اللام لا يسبقها كان ومن فيها. إن سبقها اللام هذه ليست لام التعليل ولكنها لام تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. والشرط الثاني لكي لام التعليل تنصب الفعل المضارع الفعل المضارع لا يقترن بلا.
لأن اقترن بلا وجب إظهار أن. فإن اقترن ب وجب الإظهار، وجب الإظهار ليش؟ وجب الإظهار ليش؟ لأن أن مظهرها. تمام؟ طيب هذه الحالة الثانية التي تقصد فيها الفعل المبارك بأن المبارك الواو والفاء وثم وأو العاطفة، العاطفة حروف العطف؟ نعم. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع حروف عطف، أربع حروف الواو والفاء وأو وثم حروف العطف. نعم. انظر حروف العطف يأتي بعدها أن مغمرة، حرف حروف العطف يأتي بعده أن لكنها مغمرة، ما كيف نعرف يأتي بعده فعل مضارع منصوب؟ منصوب. ما الذي نصبه؟ طرح. نصبه المغمرة. طرح كتاب منظر شرط أن تكون عاطفات على اسم خالص، الاسم خالص يعني ليس في تأويل كالمصدر. انظر يعني ما معنى ذلك، ركز معنا. معنى ذلك هذا حرف من حروف العطف، العطف حروف العطف يأتي بعدها فعل مضارع، يأتي بعدها فعل مضارع معطوف على مصدر، فإذا مصدر ويأتي بعده فعل مضارع بعد ذلك الفعل مصدر يأتي بعد حرف العطف وبعد حرف يأتي بعد فعل مضارع، فعل المضارع نجعله منصوب، نجعله منصوب لكن لا معطوف على مصدر، اسم خالص ليس في تأويل الفعل. ما هو الذي في تأويل الفعل؟ اسم فاعل أو اسم؟ لا لا معطوف ليس على اسم فاعل، معطوف على مصدر. انظر كما نريد مثال. انظر ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة هذه يقولون هذا إبرة معاوية نسيت اسمها ليش؟ معاوية كان هو الخليفة، فالغنى موجود والخدم والحشم، فزوجته لم يعجبه هذه الحياة، يريد زوجا يكون طيب ويكون معنا ويحس فينا وغير ذلك، فكانت تقول ولبس عباءة وتقر عيني، يعني قالت ألبس فقط عباءة لا ألبس فساتين كبيرة وملابس كبيرة، ولكن عيني تكون قريرة أحب إلي من لبس الشفوف، يعني الملابس الفاخرة. فيوم أفضل أعيش مع رجل يحبني وأحبه ويكون معي لطيفا، ولكن الملابس قليلة التي ألبسها. أيهم أفضل هذا أم أتزوج رجلا غنيا وعنده فلوس وعنده سيارات وقصور ولكن أنا غير مرتاحة معه، أنا لست إيه؟ مرتاحة معه أو لا أحبه أو واضح. هنا هي ماذا تقول؟ ولبس عباءة وتقر، تقر لماذا لم تقل وتقر؟ لا انظر الواو هذه حرف عطف قبلها لبس، لبس هذا ماس دار لبس عباءة وتقر عيني، اذا تقر فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد الواو العاطفة ان. فلو قالت هي ولبس عباءة وأن تقر عني كلام صحيح، لكن أن هذه مضمرة جواب، واضح؟ فإذا قلت وتقر عني، وتقر عني أين الشاهد وتقر أن أحب العفو على الواو. نريد مثال حرف الفاء، لولا توقع معتر فأرضية ما كنت أوجب أترابا على كل أمر، لولا توقعه، التوقع هذا مصدر،
معترن معترف وقلت هذه حرف عطف فرضيه كيف ما قال فرضيه فرضيه لماذا نصب ارضي في المبالغ فقالوا هذا حرف عطف معطوف على ماذا مصدر اذا أرضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واضح؟ فعل مضارع ومعطوف على ماذا؟ مصدر واضح؟ مثال ثم إني وقفت لي سليكا قتلي هذا مصدر قتل كل قتلا سليكا واحد اسمه سليكا ثم فعل مضارع أعقله أعقل عنوان أعقل منصوب على تصريف الفتحة لماذا؟ لأن هذا حرف عاطفة معطوف على ماذا؟ مصدر إلى أن المرأة كالثور يضرب لما عافت البقر نريد مثال آخر مثال أو من القرآن مثال أو من القرآن ماذا قال الله انظر من القرآن فعل مضارع منصوب قبله حرف عطف والفعل مضارع ويعني الجملة معطوفة على مصدر نريد مثال وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فانظر أو يرسل أو يرسل ماذا لم يقل يرسله؟ لا قال يرسله هل يوجد ناصر؟ أداب لغة ناصر وما كان الله أن يكلم أن يكلمه هذه ناصر ناصر تكلم الله يكلمه طيب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله أو يرسله معطوف على ماذا؟ على وحيا على هل هذا مصدر؟ نعم أوحى يوحي وحيا إذا هذا معطوف على وحي إذا كما قلت لكم الفعل المضارع إذا كان معطوف على مصدر هذا الفعل المضارع يوصف بأن مضمرة جوازا إذا يرسل أو يرسل يرسل ما إعرابه فعل مضارع منصوب على المصدر الفتحة فعل مضارع يا أخي منصوب بماذا؟ ما هو الذي نصبه؟ المضمرة المضمرة أين هي المضمرة؟ بعد حرف العطف لماذا نصبت لأنه معطوف على وهي من الحالات التي يوصف فيها فعل المضارع بأن مضمرة واضح؟ أنت غير التهيئة يعني فقط الذي يوصف بالفعل المضارع بأن مضمرة حالتين نعم حالتين الحالة الأولى ما هي؟ لام التعليل والحالة الثانية هان حروف العطف إذا كانت معطوفة على اسم خامس على مصدر فإن بعد حروف العطف يأتي الفعل المضارع يكون منصوب بعد حرف العطف نفس حالة من حالة واضح لكن الكسالة حروف العطف إنها كبيرة لذلك يذكر مثال الواو والفاء وثم واو انتهينا انت طيب القسم الثاني ما يوصف بعده بان مضمره وجوبا الان سنذكر ان فعل مضارع منصوب بان هذا الان مضمره وجوبا لا يجوز اظهارها الآن الأمثلة التي قلناها قبل قليل يجوز الإظهار عنه لو في غير القرآن تريد أن تظهرها يجوز ويجوز أن تضمرها لكن الآن وجب الإضمار وجب بأن مضمر وجوبا انظر كي الجارة كي الجارة أخذنا نحن كي تنصب بنفسها تنصب بنفسها الآن كي تنصب
بأن مضمرة بعدها ما الفرق بين هذه وهذه؟ هنا تنصب بنفسها، هنا بأن مضمرة متى؟ هنا تنصب بنفسها متى؟ إذا كان قبلها قبلها اللام، قبلها هنا إذا لا يوجد بدون لام، إذا كان لا يوجد قبلها لام فإذا تنصب بالمضمرة، يعني معناه واضح؟ يعني معناه كي الفعل المضارع بعدها موصول، إما أن نقول كي هي ناصبة بنفسها متى؟ إذا كان قبلها لام، إما لفظا لكي لا تنصب أو بالقلب جئتك كي تكرمني، إما لفظا أو فإذا كان الكي لا يوجد إيه؟ لا لا لفظا ولا تقريرا، هل تنصب؟ نعم تنصب، ولكن بعدين بإيه؟ بأن مضمرة وجوبا، فهمتم؟ إذا لا مفر من النصب، النصب لا الفعل المضارع ينصب، لكن إذا كان في لام قبله فإذا ما هي الناصبة؟ كي تنصب بنفسها، وإذا كان لا يوجد لام فإذا كي الفعل المضارع منصوب، لكن ماذا ينصب بكي؟ لا بأن مضمرة، فهمتم؟ أقول كي الجارة إذا لم تسبقها اللام لفظا ولا تقديرا، لا يوجد لام لا تقديرا، فإذا كي تصل الفعل المضارع بأن مضمرة، نحو جئتك كي تكرمني، إذا الفعل المضارع بعد كي دائما ترجع على الموصول، إذا كنت الآخر انصب خلاص لا تتردد، لكن إذا طلب منك الإعراب انظر إما أن تكون كي هي ناصبة بنفسها، متى تقول كي ناصبة بنفسها؟ إذا نويت أن قبلها اللام، وإذا أنت لم تنوي أنها قبلها فإذا انوي ماذا؟ أن بعدها كي، واضح؟ فهمتم؟ طيب لام الجحود، قبل قليل قلنا لام التعليل صح؟ لام التعليل، الآن هي نفسها لام الجحود لام التعليل، متى نقول لام الجحود؟ إذا سبقها كون منفي مسبق، إذا لم يسبقها كون منفي فإذا هي إذا سبقها لام الجحود، إذا لم يسبقها فهي لام التعليل، لام الجحود أي الإنكارية وهي المسبوقة بكون منفي ناقص ماضٍ كما قلنا لفظاً أو معنى، يعني ماضي يكون إما باللفظ أو المعنى، انظروا وما كان الله ليعذبهم، عذب ولم يقل ليعذبهم ألا أين ما هو الذي نصب يعذب المضمرة بعد اللام؟ هل المضمرة وجوبا أم جوازا؟ طيب اللام هذه ماذا تسمى؟ لام التعليل أم لام الجحود؟ لام وفعلا ما كان الله يعذبهم، إنكار أن الله يعذبهم، هل يوجد تعليل؟ المعنى ليس معنى تعليل، معنى إنكار، إنكار العذاب، ما كان الله يعذبهم، واضح؟ انظر لام الجحود والإنكار، هذه لا تقول لام الجحود إلا إذا كان قبلها كان وقبله ماذا؟ كان إما لفظ الماضي أو معنى أو معناه معنى الماضي، المثال الذي بعده، شوف كيف إن الذين كفروا وظلموا، انظروا لم يكن الله ليغفر اللام هذه لام المعنى لن يغفر، هل سبقها كان؟ نعم، هل هي منفية؟ نعم، وإذا اللام نقول هذه لام الجحود يغفر ما يرد يغفر فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود مضمرة وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. فهمتم؟
يلا هات قم من النوم. ايه نايم. اذا لم تقم من النوم ساقف الدرس لن اكمل. يا نايم ارفع راسك. مسائل مهمة، مسائل مهمة. يلا نكمل. ها حتى الذي ينصب الفعل المضارع في ان مضمره بعده، يعني بعد هذا الفعل المضارع يكون منصوب، ولكن بعد هذا ياتي ان. الان من بين الحالات ان، ان من بين الحالات حتى، حتى نعم يعني حتى امره وفعل المضارع. هذا الفعل المضارع منصوب، منصوب بحتى لا في ان مضمرة وجود نريد مثالا. وما هو الشرط؟ اضرب حتى بشرط تصرف فعل المضارع بعد بأن مضمرة، بشرط أن يكون ما بعدها الفعل مستقبلا لما قبله. يعني هنا فعل مضارع هذا مستقبل وهذا ماضي، يعني هذا يحدث بعد ما بعدها مستقبلا لما قبلها. بالنسبة للتكلم انظر ماذا قال؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لن نبقى عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. يرجع يرجع سيرجع بعدين يعني نحن سنجلس في هذا المكان عاكفون لابسون حتى يرجع. حتى يرجع، يرجع إلى في المستقبل سيرجع. نعم مثلا أنا أقول لك لن نخرج من هذا المكان حتى نفهم الدرس. الفهم يكون في المستقبل. واضح؟ بالنسبة الآن الذي يتكلم يقول لن نخرج من هذا المكان حتى نفهم، معنى ذلك أن الفهم حصل أمس سيرجع. فإذا انظروا حتى يرجع، يرجع فعل مضارع منصوب، منصوب حتى أو حتى لا صلة لا يا أخي، يأتي بعدها أن مضمرة مستقبل. وأظن حال الاثنين بين الحالات التي ينصب فيها فعل مضارع أن مضمرة بعد حتى أن. أهم شيء يكون هذا الفعل مستقبل في زمن التكلم. مثل ما قلت لك لو أنت تقول مثلا لن أترك طلب العلم حتى أكون عالما. حتى أكون، لماذا لم تقل أكون في المضارع؟ لا نقول يا أخي حتى منصوب بأن مضمرة بعد حتى. حتى أن أكون عالما. واضح؟ سهل. أو نعم يأتي بعده فعل مضارع ينصب وبعد أن ننوي أن. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو. واضح؟ مضمرة وجوبا أم جوازا؟ كله وجوبا. أو هذه لها ولها معنيان، إما بمعنى إلى أو بمعنى إلا. انظر وذلك إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا. ارفع. انظر لأستسهلن الصعب. أنا لا أستسهلن الصعب، الصعب سأجعله سهل حتى أمشي. واضح؟ في جبل، الجبل بعيد وصعب. السلام عليكم. لماذا أنا هو صعب وأنا قلت أنه صعب؟ أنت رجل أو رجل آخر وجبل بعيد ولكن ممكن يكون سأصعد الجبل. لماذا ستصعده؟ أليس هو صعب؟ لا أستسهلنه، هو صعب لكن أنا سأجعله سهل بالقوة
توكلي على الله وباستخدام العقل والحكمة، من هنا طريق ومن هنا طريق حتى أصعد الجبل. قال إلى أن ستستسهل صعود الجبل إلى أن تصل إلى القمة. نعم. وهنا الشاعر يقول لا أستسهلن الصعبة، بعدين قال أو مدرك المنى، أو بمعنى ماذا؟ انظر بمعنى ماذا؟ أو بمعنى إلى، يعني إلى أدرك المنى، إلى أدرك أن مؤمر بعد أو إلى أن أدرك ال، أين فعل المضارع؟ أدرك فإذا أدرك فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، أو هذه ليست حرف عطف، أو هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ إلى. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قاد بالآمال إلا صادق. شوف هنا كيف نعرف أنها بمعنى إلى؟ إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئا من شيئا، لا أستسهل أنها صعب، يستسهل إلى أن يصل إلى مراده. هذا أنا لأحضرن الدرس أو أختم الكتاب، لأحضرن الدرس أو بمعنى إلى، لأحضرن الدرس أو أختم الكتاب، يعني لأحضرن الدرس إلى أن أختم، لأحضرن الدروس أو أختم الدورة، يعني إلى ختم الدورة، إلى أن أختم الدورة. الثاني بمعنى إلا، يعني أو بمعنى إلا، وذلك إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي دفعة واحدة. كيف؟ يعني إما هكذا وهكذا، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعومها أو بس تقيمة، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعومها أو تستقيم. انظر اما هذا او هذا بمعنى ماذا؟ الا كسرت كعوبها او تستقيم فعل مضارع. ولماذا ماذا نصبت تستقيم؟ لماذا نصبت؟ قل ان مضارع. قال وكنت اذا غمست قناه قومي كسرت أو تستقيم لي. هذا إما هذا أو هذا، يعني تستقيم لي كسرت كعوبها إلا إذا هي استقامت خلاص أنا لن أكسر كعوبها، فإذا أنا لا أقول كسرت واحدة كسرت كعوبها مرة واحدة إلا أن تستقيم لي خلاص لا أبصر. فانتهينا إلى هذه ما هي أو حتى بأن مضمرة، وأو بأن مضمرة تصل في المضارع بأن مضمرة بعدها. الآن فاء السببية وواو المعية ينتبه ويكون هذا آخر شيء من العاصمة. فاء السببية وواو المعية وهي التي يقصد بها كون ما قبلها سببا لما بعدها. نعم لذلك سميت فاء السببية، لأن فاء السببية التي بعدها سبب للذي قبلها. نريد مثالا سيأتي. وواو المعية، وواو المعية نعم بمعنى مع، فيكون ما قبلها وما بعدها واقعين في زمن واحد. نريد مثالا الآن انظر يرسل الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا بشرط انظر ان يسبقهما نفي محذوف، يعني معناها هكذا انظر فعل
مضارع نجعله منصوب بعد فاء السببيه وواو المعيه. فعل مضارع منصوب بماذا؟ بان مضمرا. واضح؟ بان مضمرا. وجوبا ام جوازا؟ وجوبا. وجوبا. طيب فاء السببيه وواو المعيه ما هو الشرط؟ يسبقهما نفي محض. لا بد هنا من نفي محض. نفي ومحض. واضح؟ اي خالص من معنى الاثبات، يعني ليس فيه معنى الاثبات. طيب هذا الحاله الاولى. هل يوجد حاله ثانيه؟ نعم، حاله ثانيه اما نفي محض او طلب. او يسبقهما طلب بالفعل. طلب بالفعل يعني من ليس بالاسم. نريد مثالا. حضر تقديرا. ثمانية مجموعة في قولي بعض. ارفع. ايوه. انت فنان. هل قبلها نفي؟ نعم نفي محض.
لا يقضى عليهم، لأن لو قضي عليهم سيموتون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ واو. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، انظروا ها، ويعلم الصابرين. يعلم الصابرين، لماذا صف يعلم؟ هذه يعلم الله مجزومة بلم، لما هل من أدوات الجزم، هذه لا دخل لنا بها، لا دخل لنا بها هنا. ويعلم الصابرين، هل قبلها نفي محض؟ نعم. لما نفي، إذا سبقها نفي. الواو هذه واو إيه؟ المعية، واو يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. أنت تقول أن واو المعية فعل مضارع يوصل بأن بعد واو المعية بشرط أن يكون قبله نفي أو طلب. أين النبي أبو طلب؟ نعم. لما يعلم الله الذين جاءوا، واضح؟ لما أداة وين؟ أداة وين؟ بمعنى؟ لا، النفي. إذن هذا مثال النفي المحض، سواء في الفاء السببية أو واو المعية. طيب يبقى الآن ننتقل إلى الطلب، نريد أمثلة للطلب. كم قلنا نحن الطلب؟ يبقى نريد ثمانية مرحلة، سأعطيك المرحلة. الأمر زرني فأكرمك. أكرمك فعل مضارع، زرني فأكرمك، هذا الفاء السببية، أنا سأكرمك، ما السبب؟ أنك أنت إيه؟ زرتني، زرني، لماذا أنا مني أنك تزورني؟ ما هو السبب؟ لكي أكرمك، زرني وأكرمك، هنا منصوب وهنا منصوب، هذه فاء السببية، هذه واو أمر. وقول الشاعر فقلت ادعي وادعو فإن أنت لصوت المنادى داعيان. ها هنا أدعو، فقلت ادعي فإن أنت لصوت المنادى المنادية داعيان. نعم، يلا انظروا. يلا هذا عليه ينصبوا بماذا؟ بفتح ظاهرة، أدعوها
وهو اللي كتب إلى هذه جعلها هكذا أو ظهر الواو. هنا الواو كأنها سقطت من الكتابة أو ظهر الواو. طيب انظروا الذي بعد النهي نوع من أنواع الأمر. انظروا نوع من أنواع الطلب. كنا طلب صح؟ لا تأكلي السمكة ها وتشربها ها. واو هذه واو معية. هل قبلها طلب؟ نعم طلب بالفعل. لا تأكل لا تأكل تشربا هل تشربا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. انظر مثال آخر لا تروم علما وتترك تعبا. لا تروم علما مع تركك التعب. تريد علما لا بد أن تترك التعب. لا لا بد أن تتعب. إذا لا تروم علما مع تركك التعب. أنا أريد أن أكون عالم لكن في نفس الوقت لا أريد أن أتعب نفسي. لازم أن تحفظ وتكتب وتذهب إلى الجامعة كل يوم وتركز على الدرس وتحضر عند الشيوخ. تمام؟ ما لا بد أن تنال العلم حتى تسهب العين وتجلس على العين. تجلس عند المشايخ على ركبك وتمسك العين الماء عين عين. لا تروم علما وتترك التعب. المضمر اين النهي؟ لا تروم علما قبله. ماذا قال الله؟ ولا تطغوا فيه فيحل فيحل. نعم الفاعل السببيه لا تطغوا فيه. ما السبب؟ لانه بعدين فيحل عليكم غضبي. فيحل الغضب اذا انتم صرتم طغاه فيحل. اين النهي؟ لا تطغوا فيحل. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. مضمرة وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. الوقت ارفع. انظر الدعاء. انظر دعاء ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. بعدين قال فاء فاء سببية فلا يؤمنون. ولم يقل فلا يؤمنون. يؤمن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. هذه الفاء فاوس سببية. واضح؟ لا يؤمن حتى يروا العذاب. لماذا دعا أطمس على قلوب أموالهم واشد على قلوبهم؟ ما السبب؟ لأنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب. هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب. إذا أنزل عليهم العذاب. أطمس على أموالهم واشد على قلوبهم. إذا الدعاء واضح. السؤال هل من شفعاء أيشفعون؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. هل قبلها طلب؟ نعم. ما هو الطلب؟ السؤال. قول الشاعر ألم أك جاركم ويقول بيني ألم. ألم هذا نوع من السؤال. ألم أك جاركم ويكون هذا الواو واو معية. يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد واو المعية. هل قبلها طلب؟ نعم. هو الطلب السؤال. ألقك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. طيب العرض وهو الطلب بلطف ألا تنزل عندنا. ألا تنزل عندنا يعني الأمر انزل. ألا تنزل عندنا؟ أين أداة العرض؟ ألا. فتصيب خيرا. تصيب فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية. هل قبلها طلب؟ نعم. ما هو الطلب؟ العرض. ألا تنزل عندنا؟ العرض هو إيه؟ الطلب بلطف. ألا تنزل عندنا؟ فتصيب خيرا. ألا تتزوج؟ تفلح في الدنيا والآخرة. ألا تجتهد فيكبر مقامك عند الله. ألا تترك النوم وتفهم الدرس. ألا كذا. آتي بكلمة وبعده آتي بفاء
وبعد الفعل المضارع على طالع. التحضير الطلب في حقه هنا الطلب على على تحضير على على لا هنا لا بإيه بحث زيادة تحضير من أدوات التحضير ماذا لولا رب ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أين فعل المضارع فأصدق أسباب السببية لماذا هو يريد التأخير ما هو السبب يريد أن يتصدق وأصدق وأكل من الناس أين فعل المضارع أصدق ولم يقل أصدق بعد فعل السببية يعني فعل أصدق هل قبلها هل قبلها طلب؟ نعم نوع من انواع الطلب وما لا تحضير لولا اخرتني لولا اخرتني الى اجل الان ستوصل الان عزرائيل اخيرني شهر شهرين ساعمل صالحات واتصدق واحسن واحسن الى الجار واصل الرحم وابر الوالدين واترك المعاصي واقوم الليل واحسن الى اولادي واحسن التربيه لاولادي واحسن الى زوجتي لماذا تعمل هذا كله؟ يا ابن كليتي لماذا تطعم الان كله وانت في حياتك؟ السعاده كلها هي ان تتصدق وان تصلي وان تكون صالحا ولا تحرم نفسك من اي شيء. الطيبات كلها مسموحه. هل الله حرم علينا الطيبات؟ هل الله قال ممنوع تتمشى؟ ممنوع تاكل الاكل الزين؟ ممنوع تمزح؟ ممنوع تنفح الاولاد وزوجتك؟ ممنوع انك تلبس؟ ممنوع انك تتلبس بالدنيا؟ ما قال اعمل كل لكن المحرمات لا تعمل الذي حرمه الله الشرك بالله لا تعمل ايداء الناس لا تعمل قتل الناس لا تعمل بس اذا لذلك في الحديث الدنيا حلوه خضره الدنيا في حديث اخر الدنيا مزرعه الاخره الدنيا التمني نوع من انواع الطريق تنظر يا ليتني كنت معهم فافوز ما هو السبب هو يريد ان يفوز فافوز اذا هو لماذا يريد ان يكون معهم ما هو السبب فافوز اذا الفعل ما هو سببيه نعم افوز لماذا قال افوز بالنص لماذا لم يقل افوز لا يا اخي افوز فعل مضارع منصوب بأن أين أن بعد فاء السببية مر وراء وجود قل يا أخي أنت قلت فاء السببية الآن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية لا يكون قبله طلب أين الطلب؟ يا ليت التمني نوع من أنواع الطلب يا لي فلذلك أنت قد الإنسان يدعو على نفسه وهو لا يعلم خصوصا إذا كان وقت إجابة بدل ما يقول يا ليتني كذا لا تقول هكذا تقول انا لم ادعو لا يا اخي يا ليتني نوع من انواع الطلب التمني انا اتمنى ان اكون كذا قد تكون ساعه اجابه ويكون هذا يا ليت يا ليتنا نرد ولا نكذب لماذا قلت ولا نكذب الواو هذه واو المعيه هنا فاء السببيه واضح واو المعية هل قبلها تمني نعم يا ليتنا ولا نكذب ونكون هنا ها ونكون ونكون فعل مضارع موصوف بايه؟ بأن مضمرة بعد واو المعية مضمرة وجوبا أو جوازا؟ وجوبا يلا انتبه الترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السبب الترجي أين الفعل المضارع أو فاء السببية أين ها أطلع لعلي أبلغ الأسباب أسباب السبب أطلع إلى إلهي موسى فرعون عندما قال له موسى اعبد الله قال أين ربه قال في كل مكان في السماء قال في السماء قال أين ذهبتم اسمعوا لي شيء حتى أريد أن أرى إله موسى قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات لماذا هو يريد ذلك فأطلع إلى إلهي أطلع
فعل مضارع منصوب ب على النصب الفتح. لماذا منصوب في المضمرة بعد الفاء؟ أنت تقول أن بعد الفاء سلبية لا بد من الطلب. أين الطلب؟ لعلي أبلغ الأسباب، لعلي ترجي، نوع من أنواع الطلب الترجي. انتهينا من النواصب، غدا نأخذ الجواز. غدا نأخذ الجوازم والتوابع شيء منها، ويوم الاثنين نكمل. غدا الختم، حفل الختام غدا، ولكن احنا درس الصبح نكمل الى ان ننتهي. فهمتم؟ غدا يكون حفل الختام، ولكن نحن سنكمل الدرس الى ان نختم. قد نختم يوم الاثنين او الثلاثاء. درس مهم هذا، درس ايش؟ درس هو النواصب، لأنه دائما تقرأ في القرآن، تقرأ في الأحاديث، فعل مضارع دائما يكون منصوب منصوب منصوب. لماذا منصوب؟ إما منصوب بأدوات بنفسها، أو منصوب بأن مضمرة. هذه أن مضمرة قد تكون وجوبا، قد تكون جوازا. جوازا أخذنا الأمثلة، ووجوبا أخذنا الأمثلة. وأنت دائما اسأل نفسك بعد أن تفهم الأساس. أولا لابد أن تفهم الأساس، هذه الصفحتين فهمتها؟ يلا الآن كلما قرأت في كتاب أو شيء اسأل نفسك، هل هي مضمرة وجوبا؟ هل الآن فعل مضارع؟ ما هو الذي نصبه؟ اسأل نفسك سؤال، وهو لم يمر فترة بسيطة وإلا وأنت فهمت كل الحالات. الفاتحة بالقبول والإقبال، صلاة الجهاد، يغفر لنا جميع الذنوب، يسر لنا جميع العيوب، يكسر لنا جميع الكروب، ويتوب علينا توبة نصوحا، ويزكينا بها جسما وقلبا وروحا، يغنينا بالعلم ويزيدنا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، يبسط لنا خزائن رزقه من أوسع أبواب فضله على هذه النية، كن يا صالح جامع الخيرات الدنيا والآخرة، وبسر الفاتحة.